السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. شكرا جدا على المرور الدائم على القناة والتعليقات الجميلة الرائعة كروعة تواجدكم. اليوم إن شاء الله هعمل معكم قراصة البلح أو التمر السودانية على طلب الأخت الغالية عز حسين، وأنا والله آسفة كثير كثير على التأخير، كأنه شعر صح؟ المهم المكونات اللي احتاجيها، بس قبل ما نبدأ في المكونات، إذا ما مشتركين في القناة أتمنى الاشتراك وتفعيل الجرس علشان يصلكم كل ما هو جديد. وخلونا نشوف ان شاء الله المكونات. بداية هحتاج لكوب صغير من العجوة او عجينة التمر، او بحتاج لي كوب صغير من البلح العادي يعني، وتكسريهم تمام. وبنحتاج لكوبين من الدقيق، سواء كان دقيق ابيض او دقيق قمح حسب الاختيار يعني. وبحتاج لي ملعقة كبيرة من الخميرة، وملعقة صغيرة من الباكنج باودر، ورشة من الملح. بالنسبة للباكنج باودر، إذا هتستخدمي العجوة يفضل تستخدميه طبعا عشان تكون هشة وخفيفة، وإذا هتستخدمي بلح يعني مكسر فما بالضرورة يعني. وحنحتاج كمان لي 3 أكواب ونصف من الماء. طبعا الكوب هيكون نفس المستخدم لي الدقيق، وهيكون نفسه هستخدمه في ال قولوا معي هستخدمه في الماء. الماء طبعا يفضل ان يكون دافي. معليش، واذا هتستخدمي بلح مكسر هتستخدمي ماء ساخن. لاحظي الفرق يعني تمام. وهنحتاج لي قليل جدا من الزبدة او السمنة، اضعها في النهاية على الدقيق على العجين. وخلونا نشوف ان شاء الله الطريقة. بداية وضعت كوب صغير من العجوة، هاضيف عليها الماء الدافي اللي هو زي ما قلنا هضيف 3 أكواب ونصف من الماء الدافي، وهأضيف بعد كده بقية المكونات. إذا هتستخدمي البلح زي ما قلنا هتضيفي 3 أكواب ونصف من الماء الساخن، وتتركيهم مدة يعني 10 دقائق أو كده لحد ما يكون البلح صار لين تمام. كده خلاص أضفت الدقيق وأضفت الماء الدافي، أضيف البيكنج باودر وأضيف الخميرة ورشة من الملح. وصراحة أنا هخلطهم بالفود بروسيسر عشان تكون العجينة هشة وخفيفة. أخلطهم إن شاء الله وأرجع لكم. وضعت ملعقة من السمن بسفت عليه صويرة، هترك العجين لحد يخمر يعني ما أكثر من 20 دقيقة، وبعد كده نشوف إن شاء الله طريقة الطهو، طريقة عمل القراصة. كده خلاص العجين اتخمر تقريبا أخذ 20 دقيقة، ويلا بعد كده نشوف ان شاء الله طريقة عمل القراص. وضعت الطاوة على النار، اول سخنت وضعت عليها العجين ومررته كده حوالين اطراف الطاوة، وصراحة ممكن تقول عليه يعني اقرب للكريب، ممكن نقول عليه كريب سوداني. هواصل ان شاء الله، طبعا هقلبه على وجه الثاني واواصل ان شاء الله بقية الكمية وارجع لكم. ده بيكون شكلها لما انقلبتها على الجهة الثانية. بعد تسخن الطوة يعني هدي النار علشان تستوي على نار هادية. بكده خلاص نكون وصلنا لنهاية الفيديو. طبعا هي من المأكولات الجميلة جدا في الشتاء، أتمنى إن شاء الله تجربوها. طريقة التقديم تختلف طبعا أو حسب الاختيار، ممكن تقدميها مع السمن والعسل ومع دبس التمر، وجميلة جدا كمان مع الشاي. أشوفكم إن شاء الله في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمة الله.